زمان كانت الشركات لما تحتاج تمويل تروح للبنوك، كان الموضوع ياخذ وقت وإجراءات طويلة، وربح هذا التمويل قاعد يروح لمين؟ للبنك. اليوم ومع ثورة التقنية المالية أصبح المستثمر الفرد أو المستثمر المؤهل أو الشركة يستطيعون الاستثمار في تمويل هذه الشركات عبر إصدار الصكوك الإسلامية. إعلان اليوم يهم الأشخاص اللي يبغون ينوعون استثماراتهم في الصكوك. شركة ترميز المالية شركة مصرحة من هيئة السوق المالية وتعمل وفق الضوابط الشرعية. رئيس اللجنة الشرعية عندهم معالي الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. الشركة بكل بساطة لا تقبل إصدار صكوك لأي شركة، لازم يتأكدون من قدرتها الائتمانية، وعندهم إجراءات قوية في هذا الموضوع لدرجة أنهم لا يقبلون إلا شركتين من أصل 150 شركة حتى يتأكدون أنه يستطيع أن يستوفي العوائد المطلوبة عليه. مدد الاستثمار تتكلم من 3 شهور وتوصل إلى 24 شهر، أما التوزيعات منها الشهري ومنها الربع سنوي ومنها النصف سنوي. أما بالنسبة للعوائد المتوقعة طبعا حسب الفرصة، لكن حسب الفرص اللي تم طرحها تكلم من عائد سنوي من 11% وتصل إلى 17% سنويا. وش المطلوب منك؟ 1، حمل تطبيق ترميز المالية. بعد ما تحمل التطبيق غذي محفظتك بحيث بمجرد ما يتم طرح فرصة تقدر تقتنص هذه الفرصة قبل إغلاقها، لأنه أغلب الفرص يتم إغلاقها في دقائق. حمل التطبيق الآن وغذي المحفظة ونوع استثماراتك. فمان الله.